وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس سي بلس بلس. في هذه المحاضرة راح نشرح موضوع مهم اللي هو العمليات الحسابية. طبعا العمليات الحسابية مهمة جدا في حال لو تداخلت مع بقية الدوال والمواضيع كالدالة if واللوب، وايضا مواضيع كثيرة مثل الاراي والفانكشن. هواي راح نستفاد من العمليات الحسابية. العمليات الحسابية راح نوضحها بطريقتها البسيطة السهلة حتى تفهموها، وإن شاء الله بالمحاضرات القادمة راح ناخذ أمثلة عملية كثيرة راح نفهم هذه العمليات بشكل أكثر وأدق. طيب في البداية بعد ما ندخل إلى الموقع الخاص بالكومبايلر، طبعا راح الهلو وورد راح نخليها يساوي حتى تكون كحد فاصل، وبأسفل الحد الفاصل راح نشتغل بالدوال. طبعا راح نصنع متغير، المتغير راح يكون int وراح نسميه مثلا x يساوي 2 فارزة منقوطة، متغير اخر int راح يكون y يساوي 10 فارزة منقوطة. عندنا متغير جديد اسمه z، طبعا int z تساوي المتغير x زائدا المتغير y وطبعا فارزة منقوطة، وراح نطبع المتغير z مثل ما تعلمنا cout، وطبعا القوسين البرمجيات z فارزة منقوطة. طبعا نجي الى execute، لاحظ انه عندنا النتيجة 12. طيب 12 منين اجت؟ عندنا المتغير x اللي هو قيمته 2، المتغير y اللي هو قيمته 10، المتغير z هو المتغير x زائدا المتغير y، فصارت عندنا القيمة 2. ايضا طبعا نقدر يصير عملية ضرب مكان ما، يعني زائد تكون ضرب بنفس الطريقة. عندما نجي على execute راح يصير 20، 2 في 10 20. ايضا عندنا طرح، وطبعا راح يطرح 2 من العشرة راح يكون عندنا سالب 8. ايضا execute راح تطلع عندنا نتيجة سالب 8. ايضا نقدر نخلي المتغيرات، يعني نخلي الكبير اللي هو الواي ناقصا الاكس، وطبعا نجي لاكسكيوت راح يصير عندنا 8. ايضا نقدر نخلي قسمه اللي هي الخط المائل راح يصير عندنا 5، 10 تقسيم 2 5. طبعا هذه هي المتغيرات، طبعا هذه بشكل بسيط. يعني ايضا عندنا بالمتغيرات عمليه الابداليه او الاسبقيه. الاسبقيه دائما تكون للضرب والقسمه، يعني مثلا لو عندنا هنا int يساوي متغير y في المتغير x ناقصا المتغير x. طيب يعني شنو هاي النتيجة؟ هاي النتيجة هي عبارة عن، راح نجي نحلها هنا، المتغير y شقد 10 في المتغير x شقد 2 ناقصا المتغير x اللي هو 2. طيب هنا عندنا عملية ضرب وعندنا عملية طرح، لابد انه نفصل عملية الضرب عن عملية الطرح. يعني ما يصير نقول 2 ناقص 2 يساوينا 0، في 10 تطلع النتيجة 0. طيب النتيجة 0 خطأ، بينما اذا نريد احنا نجمعها بالطريقة الصحيحة، 10 في 2 20 ناقصا 2 يساوي 18، فالنتيجة طلعت 18 فرق عن النتيجة ما طلعت لنا 0. فضروري انه نفصل الضرب عن الزائد. كيف نفصل الضرب عن الزائد او الناقص؟ من خلال الاقواس. طبعا شفتوا قوس هنا فصلنا عملية الضرب عن الجمع او الطرح، يعني راح يسوي لنا اول مرة هذه النتيجة اللي هي الواي 10 في اكس اللي هي 2 راح تطلع لنا 20، ثم الناتج راح ينقصه من الاكس اللي هو راح يكون 18.
طيب نجري اكسكيوت ونشوف العملية. العملية تساوي 18. طبعا بالمناسبة هنا نقدر نجري بعض الاعدادات من خلال سيتينج فونت سايز، ممكن نختار 20. اذا لاحظ انه راح تكون عندنا العملية 20 اذا نجي على اكسكيوت. هنا طبعا اصبح اوضح 20. ممتاز. مثل ما تعلمنا هذه هي العمليات الحسابية بشكلها البسيط والسهل، واللي ان شاء الله راح ناخذ امثلة قوية وضخمة ان شاء الله بالمحاضرات القادمة. ايضا نقدر نجري عمليات حسابية بشكل مباشر بالسي اوت، يعني نقدر بشكل مباشر هنا نجري عملية حسابية. نقدر نقول سي اوت 20 في 10، 20 في 10 راح يساوي لنا 200. طيب نجي الى اكسكيوت، نلاحظ انه النتيجة 200. يعني نقدر نجري عمليات حسابية بشكل مباشر، ونقدر نجري عمليات حسابية من خلال المتغيرات. ايضا نقدر يعني نضيف عمليات حسابية مركبة، مثل عندنا هنا قوس، وطبعا هنا قوس زائدا 10، يعني عندنا 20 في 10 اللي هو راح يكون 200 زائدا 10 راح يكون 210. جيد. الان هذه نبذة مختصرة بالعمليات الحسابية. طبعا واجب هذه المحاضرة هو تطبيق الواجب التالي. طبعا كل واحد متغير يسمي X، أو يعني أفضل أنه يسمى باسم آخر، ومتغير ثاني أيضا يسمى باسم آخر، وطبعا تكون بنسبة مئوية. وطبعا كل متغير يكون إلى قيمة، لكن يفضل أنه رقم قصير مو طويل. وطبعا تجري هذه العملية الحسابية تجرى على المتغير X. طبعا هنا لو سميت المتغير أحمد لابد هنا تقول أحمد، هنا سميت المتغير بهاء لازم تكتب بهاء، ناقصا المتغير اللي راح تسميه هنا بالبداية وتطبع المتغير حتى تصير عندنا نتيجة تطلع لنا بهذه المنطقة. طبعا هذا هو واجب هذه المحاضرة. إن شاء الله تكون هذه المحاضرة سهلة وبسيطة. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.